بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى. الإرشاد الزراعي هو الزراعة الطولة لوزارة الزراعة داخل الأراضي الزراعية المصرية. المهندس الزراعي هو تاريخ كبير ما بينه وما بين الفلاح والأرض، وحوار ممتع وشيق للعمل وللإنتاج. تطور هذا الحوار ليشمل كل مناحي الحياة ما بين الفلاح وما بين المهندس الزراعي، وكان دوره لا يقتصر على الزراعة فقط، ولكن على الاستشارات المجتمعية والاقتصادية في كل مناحي الحياة. تطورت الأحداث وتطورت الدنيا، القطاع الزراعي تغير تماما، وبالتالي أصبح من المناسب أن يتطور دور قطاع الإرشاد الزراعي. النهاردة عايزين نعرف قطاع الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، آليات العمل وآليات الوصول إلى الأراضي المصرية، الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مهام البحث العلمي داخل هذه الأراضي كيف يتم تنفيذها. بشرفني في هذه الفقرة الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، برحب بحضرتك دكتور حاتم. أهلا فندم. دكتور حاتم، أهمية الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي يعني باختصار هو الوسيط ما بين البحث العلمي وما بين المزارع، حيث بيكون بناء الابتكارات في جميع الأنشطة الزراعية المختلفة بينقلها في صورة سهلة ومبسطة إلى المزارعين. الهدف من كده هو إحداث عملية التنمية الريفية، وإحداث التنمية الاقتصادية، وبالتالي إحداث التنمية المستدامة اللي بتهدف إليها الدولة المصرية. لو جيت أتكلم عن تاريخ الإرشاد الزراعي، ماذا قدم الإرشاد الزراعي للقطاع الزراعي وللاقتصاد المصري وللفلاح في السنوات الماضية؟ طبعا الإرشاد الزراعي، ما احنا لو اتكلمنا عن الإرشاد وكلمنا على المتوسطات اللي احنا دلوقتي بنشوفها وعدد السكان وعملنا إحصائيات مختلفة، هنجد ان احنا الأرض ما زادتش، الأرض هي نفس الأرض، السكان عددها زاد، وبرغم من ذلك نجد الإنتاجية عالية جدا. الإنتاجية العالية دي جات منين؟ الإنتاجية احنا يعني لو ادينا مثلا للذرة، احنا كان متوسط انتاجية سنة 80 10 ردب و8 من 10 للفدان، الوقتي متوسط الانتاجية 23 ونص او 23.6 من 10 ردب للفدان. يعني الانتاجية بقت 200 وكسر في المية، 220% الانتاجية زادت. هل الانتاجية دي جت زادت ازاي؟ زادت من شقين. الشق الاولاني البحث العلمي وزمايلنا الباحثين وانشطتهم المختلفه وتطلعهم الاصناف الجديده والممارسات الجديده. الاصناف والممارسات دهيت الوسيط اللي شالها ووصلها للفلاح ونقلها بصوره سهله ومبسطه هو الارشاد الزراعي. فالارشاد الزراعي هو شريك مع البحث العلمي في زياده الانتاجيه في مختلف المجالات والانشطه الزراعيه. لو جيت اتكلم عن الارشاد الزراعي، كل حاجه اتطورت في مصر في الدنيا، وكان لزاما ان يتطور فكر الارشاد الزراعي وطريقه العمل. استراتيجيه العمل الان هل اختلفت عن سابقا بالنسبه للارشاد الزراعي؟ طبعا فيه متغيرات حصلت، وفي وسائل حديثه دخلت علينا، ولابد ان احنا نواكب الوسائل الحديثه ديت في العمل الارشادي. فاحنا لو خدنا صور العمل الارشادي، هناك صور تقليديه وفي صور حديثه ومستحدثه دخلت عليه. فلو احنا قلنا الصور العمل الارشادي بصفه عامه، فاحنا هنقول الندوات الارشاديه ستظل قديما وحديثا، هي عصب الشغل في العمل الارشادي. الندوه الارشاديه ان احنا بنقعد مع المزارع ونتفاعل في معاه مباشره، نظام تفاعلي ده مهمه جدا، لان المزارع يحب حد يكلمه، حد يقنعه، يشوف حاجه بعينه، وبالتالي يتبنى الفكر اللي انت عايز توصله له. فالندوات الإرشادية ديت موجودة، الحقول الإرشادية برضو، صور من صور العمل الإرشادي، الحقول الإرشادية قديما موجودة وستظل حديثا موجودة، لأن الحقل الإرشادي ده يعتبر منارة أنا بحط فيه اللي أنا عايز، الفكر الجديد من الأنشطة الزراعية المختلفة، وبقنع المزارع بيها. المدارس الحقلية ديت احنا استحدثناها في الفترة الأخيرة. ليه؟ لأن طبعا العدد في الموجودين من العاملين في الإرشاد الزراعي بيقل، فاحنا حبينا نفكر ان احنا نزود بطريقة أخرى، أو الممارسين في مهنة الإرشاد الزراعي عن طريق المدارس الحقلية، ان احنا بنجيب عدد من المزارعين وبنكثف لهم التدريب
للمحاصيل المختلفة من الزراعة حتى الحصاد، بحيث أنه يقدر يصرف نفسه أو ينصح المزارعين اللي زيه موجودين. المدارس الحقلية موجودة برضو. احنا من ضمن الوسائل المهمة جدا في العمل الإرشادي اللي هي المطبوعات والمنشورات دي، احنا برضو كثفنا العمل في فترة الأخيرة العمل فيها، ان احنا بنطلع الوقت نشرات إرشادية للمحاصيل المختلفة. النشرة دي بتبقى سلاح مع المزارع، بيرجع لها يبص فيها، خاصة ان معظم المزارعين الوقت بقى متعلمين وبيجيدوا القراية، فدي تسهل ان هو يفتح النشرة ويشوف الممارسة اللي المفروض توقيتها ايه وكمياتها ايه يقدر يستخدمها. عملنا برضو حاجات جديدة من ناحية المطبوعات، عملنا حاجة اسمها الفلاير. فلاير ده ملخص سريع بنحط فيه المعلومة الإرشادية سريعا، بحيث ان المزارع يتحك يعني يشوفه في اي وقت. عملنا ملصقات إرشادية تلفت نظر المزارع يبص لها، بيوصل له المعلومة في صورة سهلة. دي كلها وسائل من وسائل التواصل او وسائل العمل الإرشادي. الحديث بقى في العمل الإرشادي اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا عشان نواكب العصر بقى برضو بننقل المعلومة الإرشادية عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. في التطبيقات الحديثة اللي معمولة على في الأنشطة الزراعية المختلفة بناخدها وبنستغلها برضو، بحيث المزارع برضو الوقت كل الناس معاها موبايلات، التطبيقات دي بتنزل عليها، بنعلم المزارعين يستخدموها ازاي والهدف منها ايه. فهو طبعا وسائل العمل الارشادي زيه زي اي يعني منهج من مناهج الحياه، تطور والمدخلات الحديثه دخلت فيه. طبعا هي طورت العمل الارشادي وتغلبنا وبتتغلب بنتغلب فيها على نقص العددي، لان طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بتخليك تتواصل مع عدد كبير جدا من البشر في وقت سريع. ده طبعا هو الهدف الأساسي، إن احنا توصل المعلومة الإرشادية، فدي خدمت علينا وخدمت على العمل الإرشادي. كل شيء تطور دكتور. يعني حاتم ذكر لي الندوات الإرشادية، الحقول الإرشادية، الحملات القومية كمان أنتم بتشاركم فيها. تمام. أساسا يعني تمام. في المطبوعات وتطوير هذه المطبوعات وتحديثها بالمعلومة الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وغيرها، كل ده تواجد مباشر مع المزارع. قناة مصر الزراعية هي نافذة إرشادية أيضا، التنسيق بيكون ما بينها وما بين حضراتكم إزاي بقى؟ طبعا قناة مصر الزراعية النهاردة حضرتك موجود معايا على شاشة مصر الزراعية. أيوة، من ضمن الوسائل اللي هي يعتبر المهمة جدا في العمل الإرشادي اللي ما احنا بنعتز بيها، ان هي طبعا بتساعدنا كتير في نشر المعلومات الارشاديه. وزي مثلا زي ما احنا جايين النهارده اتكلم مثلا على الاستعدادات للموسم الصيفي، او الزملاء الاخرين اللي بييجوا بيتكلموا على المحاصيل المختلفه او الانشطه الزراعيه المختلفه بتنوعها الكبير، سواء انتاج حيواني ونباتي. فالقنوات التلفزيونيه وخاصه مصر الزراعيه احد الوسائل المهمه في نشر الفكر الارشادي في مختلف الانحاء. الاستعداد للموسم الصيفي. تمام. اكيد في خطه للمحاصيل او التركيبة المحصوليه، في عندي بعض المشاكل المتوقع حدوثها، في بعض الاهداف لزياده الانتاجيه، وضع هذه الخطه واليات التنفيذ. طبعا احنا استعدنا للموسم الصيفي في عده من خلال عده محاور. المحور الاولاني للاستعداد زي ما قلت لحضرتك الندوات الارشاديه، قلنا هي دي عصب. فعملنا تمهيد للموسم الصيفي عن طريق الندوات الإرشادية المختلفة في جميع سواء المحاصيل الحقلية أو الخضر أو الفاكهة، على الرز، على الذرة، على الطماطم، على الفاصوليا، على القطن، على المانجا، كل ديت محاصيل سواء كانت حقلية أو خضر أو فاكهة. عملنا ندوات إرشادية. الندوات الإرشادية ديت بتقول للمزارع قبل ما تخش على هتزرع الصنف المناسب ايه للمنطقة المناسبة، والمنطقة المناسبة الصنف المناسب لها ايه، والمنطقة البيئية الصنف المناسب ايه، المنطقة درجة الحرارة فيها عالية بتختلف عن المناطق اللي فيها درجة الحرارة منخفضة، الأصناف المناسبة هنا والأصناف المناسبة هنا ايه. فبنعرفه بالأصناف المناسبة، بنعرفه بالممارسات من خلال الندوات ذات الممارسات المناسبة اللي هتديله أعلى إنتاجية.
طبعا دي كلها عملية تمهيدية، بنقول له يعني الحاجات اللي هي يعني ضرورية ان هو يعرفها عن الصنف ده، هو المكافحة بتاعته ايه سواء للآفات المختلفة سواء كانت حشائش. يعني انا بعرفه بميعاد الزراعة لكل محصول، تمام، المعاملات الزراعية، المعاملات الزراعية اللي هي تجهيز الأرض نفسها، أيوة. كل الممارسات اللي خاصة بالمحصول ده، السياسة الصنفية، كل دي بنديله تمهيد بيه، والصنف المناسب ايه، وبنديله طرق المكافحة ايه اللي هي تحقق له اعلى انتاجية، ده كله تمهيدي. انا شفت كمان لكم دور مهم قوي في منظومة توزيع التقاوي. ايوه، يعني لما دايما مزارع بيسالني على تقاوي ما نلاقيهاش في حته، نقول له طب روح الارشاد الاداري. ايوه، احنا لنا منافذ، الارشاد الزراعي له منافذ في مختلف انحاء الجمهوريه، والاداره المركزيه لانتاج التقاوي لها المنافذ المختلفه بقى. احنا برضو بنقول له من خلال الندوات دهيت الصنف ايه، الاصناف دي خصائصها ايه، محصولها بنعرفه طبعا. وحاجه مهمه جدا برضو تمهيديا بنقول له الزراعه التعاقديه دي ايه عشان نشجعه. احنا طبعا عندنا بعض المشاكل في الاعلاف وخلافه، فعايزين نزرع ذره، فنقول له في زراعه تعاقديه، ازرع في الدوله حددت لك سعر. يعني دلوقتي قبل الفاصل كان في مداخله معايا بيقول لي انا من البحيره ورحت اسال قالوا لي ما فيش زراعه تعاقديه، فقلت له لا ده احنا الزراعه التعاقديه النهارده تم تطبيقها في كل المحاصيل. فانا عايز توجه رساله للمزارع طبعاً عن الزراعه التعاقديه وطرق التواصل مع الادارات الزراعيه او مديريه الزراعه. دلوقتي الدوله لاول مره، يعني لاول مره تعلن عن سعر حد ادنى للتعاق، حد ادنى للذره، قلنا 9.5 للذره الصفراء و9000 للذره البيضاء، قالت ان الدوار الشمس 15000، قالت لفول الصويا 18000، قالت للقطن 5.5، ده كله لاول مره يعلن. المعنى ان الدوله تعلن ان على سعر التعاقد ده معناه ايه؟ معناه ان ده الحد الادنى لان يقل السعر عنه، يعني ده سعر ضمان، ده ضمان. فالمزارع اما بيخش على محصول الذره بيبقى عارف انه السعر الادنى عنده كذا موجود ومحدد ومش هيقل عنه السعر، فبيبقى يبدا يفكر يزرع المحصول ولا ما يزرعوش. فطبعا زراعه تعاقديه هتخليه يضمن ويزرع المحصول بتاعه، فده عمليه مهمه جدا زراعه تعاقديه. والدوله المصريه اعلنت وقبل الموسم بفتره، يعني احنا الاسعار ديت اللي انا قلت عليها ديت معلنه قبل بدايه الموسم بفتره كافيه، ومع عشان المزارع ياخد وقته ومع المتغيرات العالميه السعر ده قابل للزياده ليس للنقصان، زي ما حصل في القمح بالظبط. الدوله اعلنت الاول 1000 جنيه، بعد فتره لما لقت الاسعار بتزيد عالميا اعلنته 1250، بعد فتره اعلنته 1500، يعني ودناها مع المزارع في صالح المزارع. فبالتالي الزراعه التعاقديه ديت نفس قوي جدا للزراعه المصريه، يقويها وينشر المحاصيل اللي احنا محتاجينها وعايزين نزود منها زي الذره وفول الصويا. فطبعا ديت هتدفع المزارع ان هو يزرع. دكتور حاتم طبعا تخصصه ذره وهو متحيز للذره، وده شيء مفرحني لانه من المحاصيل اللي احنا عايزين نزود انتاجها، وهرجع للجزئيه دي. بس هاخد الاول استاذ عبد الناصر من محافظه اسيوط، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. منين في اسيوط بقى؟ كيف صحتك يا بيه؟ انت منين؟ بيروت يا اخوي. احسن ناس، اهلا وسهلا بيك. الله يبارك في عمرك يا رب. ربنا يعينك بخير يا بيه، الله يبارك فيك. الحمد لله، ينقصني رؤياكم. اتفضل. الله يبارك فيك. اما اقول لك ايه يا استاذ سامح، قول. احنا معانا ارض في الفرافره، ايوه، اما نزرع الذره ومش اما تطلع يا استاذ سامح. هو انت اتصلت بيا قبل الفصل نفس المكالمه؟ ايوه اتصلت بيك، انا اتصلت بيك على نفس الدوره دي. يعني امتى؟ انت اتصلت امتى؟ من شويه. من شويه؟ طيب صلاة الرسول. طيب اسمعنا من التليفون. حاضر، من التلفزيون انا اسف. انا هنا عايز ارد رد لكل. طيب الاول جمال من بني سويف، اتفضل يا استاذ جمال. اتفضل. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بتتكلم عن المحاصيل التعاقديه والايه والوضع وده كله، وحضرتك اللي بينفذ على ارض الواقع، ما فيش اي جدوى بالنظام ده. انا مورد قمح ليا 35 يوم ما خدتش جنيه لحد هذا اللحظه. يبقى انت عندك مشكله، ايه السبب؟ ما فيش عندي مشكله خالص، القمح دخل واعتمد. طب انا بس بالراحه انا هقول لك على حاجه. طب نتناقش سوا علشان نحل المشكله. لان طب احنا بنتابع مع مزارعين كتير جدا بالمئات، انا مش عايز اقول لك، فعلا الناس بتاخد فلوسها بسرعه. فانت ايه السبب ان انت اتاخرت؟ تبع ورط يا باشا؟ مش انا بس،
والردت عند مين؟ قول اسمعني بس. طب انت عايز مصر ان انت تتابع ولا عايز تحل مشكلتك؟ لا عايز افهم. انا برضو عايز افهم منك انت في مركز ايه وتابع محافظه مركز ايه؟ مركز ايناسيا وردت محطه سيتشه. يعني انت عامل زراعه تعاقديه مع المحطه. زراعه تعاقديه مع المحطه يعني انت بتزرع. اسمعني بس لا لو سمحت بس عشان انا بديك فرصه تتكلم اديني فرصه ارد. انت كده بتتكلم على مش توريد قمح، انت بتتكلم على زراعه تعاقديه للتقاوي صح؟ تعاقد ايوه تعاقد اقصار فده ليه قصه ثانيه خالص. سيبنا راجعها لك مع مركز البحوث، انما ما نقولش انتوا قلتوا سعر ضمان وقلتوا سعر تقاوي ومفيش حاجه بتتنفذ. انت بتتكلم في حاجه واحنا بنتكلم في حاجه. يبقى انا النهارده ارجع لمركز البحوث الزراعيه او للمحطه اقول لهم الراجل ده ما خدش فلوسه ليه ونشوف مشكلتك فين. لو سمحت ما تقفلش لما تسيب رقم تليفونك. وده جميل بقى النقاش ده. ليه جميل؟ انا النهارده ما عممش في حاجه، لان احنا بنتابع يوميا مئات المزارعين يوميا اللي بيورد. وردت قد ايه يا حاج؟ خدت فلوسك ولا لسه؟ خدتها امتى؟ حسبوا لك الارداب بكام كيلو؟ ده اللي لازم نعرفه. فلما يكون انا عندي حاجه تانية فرعيه، هي مش فرعيه، انت مشكلتك اساسيه وتهمنا نحلها، بس ما نعممش على كله. هنا عايز بقى نصيحه ارشاديه لعبد الناصر من اسيوط، واخد ارض في الفرافره، بيقول لي بنزرع الذره وما بتطلعش. إن اي محصول مش الذره بس، المفروض انا كمزارع حصل عندي مشكله، ايه الخطوات اللي انا اعملها عشان اعرف سبب المشكله واحلها؟ وطبعا ان الذره ما يطلعش عنده في الارض ديت لها اكيد لها اسباب. أيوة. الذره دايما يعني بيحب، انا مش متحيز لنبات الذره، انا دلوقتي في موقعي كل المحاصيل انا متحيز لقناه مصر الزراعيه وبفتخر ان انا مذيع. أيوة. في مصر الزراعيه. أيوة بس حضرتك احنا بنتكلم برضو على نموذج. يعني انا بقول لحضرتك ايه، مش الذره بس، انا حصل زرعت قطن لا قدر الله فطلع فيه مشكله. تمام. اكتشف بقى سبب المشكله ازاي. احنا الذره بيحب الارض الخصبه جيده التهويه، وما يجود ولا ما ينبتش حتى في الارض الملحيه. يعني الارض الملحيه حتى لو نبت بيبقى ضعيف جدا. نسبه الملوحه نسبه الملوحه ما بتزيدش عن 800 بي بي ام في الذره، يعني عشان يجيب المحصول الكامل بتاعه المفروض الملوحه ما تزيدش عن 800 بي بي ام في الذره. فاكيد في سبب ما ان ليه ما نبتش في الارض، يا اما ملوحه عاليه فيها، تمام، يا اما في سبب اخر منع، يعني ما نقدرش الا نشوف الارض على الطبيعه ونشوف عدم نمو الذره فيها ايه، تمام. لكن انا بنصحه انه ياخد عينه. أيوة. عينه من التربه وعينه من الميه ويوديها لمعمل في قسم الاراضي يحللها ويشوف السبب، هم هيقولوا له السبب اللي عنده اللي مسبب عدم النمو ده ايه. دي نصيحه لكل بقى المحاصيل. يعني دكتور حاتم انا بقول له انا عايز روشته لاي محصول فيه مشكله، فالمزارع لازم يبقى عارف ان ارضك ليها طبيعه، فانت هتتعرف على خصائص الطبيعه دي ازاي، نقص العناصر اللي فيها، ارتفاع نسبة الملوحة، الأرض اللي فيها حديد ولا ما فيهاش. طب بعد ما كل ده يحصل الطبيب اللي هنا هو بقى الباحث أو الدكتور المتخصص في الزراعة هيكتب له روشتة العلاج اللي هي التوصيات بقى الفنية والإضافات السمادية. فده كله يحصل إزاي؟ ومعامل موجود منها تابع لمركز البحوث الزراعية، ومعامل خاصة بتقوم بهذه الخدمة وبأجر ما هوش مرتفع. اعرف الأرض بتاعتك خصائصها إيه. استاذ مصطفى اتفضل. ايوه يا باشا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي انا عاوز من حضرتك طلب بس بسيط. اتفضل اوامر. انا عاوز حلقه على الرز البضير اللي بيطلع فيه العفش، الرز البداري. عايز تزرع رز بدار؟ انا رازق ده زارع رز بدار في محافظه كفر الشيخ مطوبس. تمام. وبالعفش، العفش بياكل منها رز، وما احنا ونروح له بتاع المبيدات يدينا رشطه، هو ما بتموتش العفش، ورز البدائل ما بياخدش ميه، يعني احنا بنرهبه من كتر الميه. ايوه. فانا عاوز حلقه على واحد دكتور كده يا ابن حلال يدينا معلومه عن الرش بتاع الرز البضيع. اتكلم معايا دكتور شويه. الدكتور حاتم عايز يدرس معايا. انت من كفر الشيخ. وقسم المركز الرز اللي هو الوحيد المكان الوحيد الموجود فيه وعصبه هو محافظه كفر الشيخ، وزمايلنا الباحثين على اعلى مستوى وفي كل التخصصات اللي بتشمل محصول الرز. سعادتك هتروح هتسالهم وهتقول لهم ايه المبيد المناسب اللي بيقضي على الحشيشه، هيقولوا لك ما فيهاش اي مشكله. انت استشرت مين يعني لازم الواحد برضه عشان يحل مشكلته يتعب شويه. يعني احنا انت من كفر الشيخ والمركز موجود في كفر الشيخ، مركز الرز موجود في كفر الشيخ. الاداره الزراعيه والله ما فادوني بحاجه. انا بقول لسعادتك ها
انا كنت بس عاوز حرجة عن الرز البضير والرش بتاعه. طب انا هقول لك على سر. ايوه يا باشا. ايه السر ده؟ لو انا دلوقتي جنبي كبار علماء زراعه الارز موجود معايا في الاستوديو وانت قلت المشكله دي وهو رد عليك، صدقني الاجابه هتبقى غلط. ليه بقى؟ لازم يبقى في فحص. لازم انت النهارده رحت لتاجر المبيدات واشتريت اكتر من نوع ودفعت فيهم فلوس، حاجه جابت نتيجه؟ مفيش حاجه جابت نتيجه زي ما انت بتقول. ليه؟ لان مفيش حد فحص، مفيش حد شاف المشكله فين. انت في البدايه كمان لو ارضك فيها حشايش لازم في حاجه اسمها برامج المكافحه المتكامله، ان انا قبل ما ازرع اعالج ارضي من مشاكلها. فالنهارده عشان نحل الموضوع ده انت عندك اكتر من يعني علماء في وعدد كبير في محافظه كفر الشيخ، هعدلهم رقم حضرتك يكون في زياره، حد يجي يشوف عندك ايه المشكله. الارشاد الزراعي بيقوم بالدور. احنا بقى كنا هنكمل في المحور السنه، المحور الثاني من عندك الاول يروح للراجل ده للاستعداد للمحاصيل، زراعه المحاصيل الصيفيه. قبل ما نخش الاستعداد وهو الحملات القوميه، قبل ما نخش الاستعداد انا النهارده خليك معايا يا حاج. عندي حد من الارشاد يقدر يروح يشوف ارض الراجل ده؟ ما انا بقول لحضرتك احنا الوقت الحمله القوميه للرز بتبقى مكونه من فريق، الفريق فيها من الباحثين والارشاد. الحمله دهيت بتلف على جميع زراعات الرز وعلى الحقول الارشاديه. عندك مشكله بلغ الاداره الزراعيه ان عندي مشكله في المنطقه الفلانيه، هم هيبلغوا الفريق العلمي اللي مسؤول عن هيجي لك لغايه عندك ويشوف لك استاذ المشكله. مصطفى اسمك صح؟ استاذ مصطفى صح؟ ماشي بص يا استاذ مصطفى اسمعني. ايوه يا باشا لو سمحت ما تقفلش وما تحطش السماعه ولا تقفل الموبايل الا لما تدي الاعداد رقمك عشان هنديه للسيد وكيل الوزاره يتابع مع الحمله القوميه، يتابع مع الارشاد الزراعي في المحافظه. لازم يكون في لجنه تيجي تبص عندك على الارض، وبعدين مش انت لوحدك اللي تستفيد، لا انت وجيرانك، لان اكيد عندكم مساحات كتير انتم بتحبوا زراعه الرز فالناس كلها تستفيد. لا انا بقى اول واحد بيزرع رز بضيف في المنطقه دي. يعني انت خبير في زراعه الرز؟ ليه اصل انا كنت شغال في مركز البحوث الزراعيه بس كنت سواق يعني. طيب يعني انت بقى مركز البحوث الزراعيه لقط الصنعه. يعني انا موظف 30 سنه في مركز البحوث بس انت ارضك دي اساسا معروف ان هي بتصب الحشايش؟ لا والله بس هو لا رز بقى الارض بتطلع دنيبي والريقة نت بجيب رش ما بيعملش فيها حاجه، الرش مضروب او البودات بيضحكوا عليه. لا 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 انت بتجيب رش عشوائي مش مناسب للاصابه اللي عندك، فلازم يكون في تشخيص سليم. سيب رقمك قبل ما تقفل، دي مشكله بتقابل حضراتكم عدم التشخيص السليم. ما احنا بقى بنتغلب على المشكله ازاي؟ المحور الثاني احنا شغالين عليه هو الحقول الارشاديه. الحقول الارشاديه من خلال الحملات القوميه، يعني احنا عندنا حمله قوميه للرز، حمله قوميه للذره، حمله قوميه للذره الرفيعه. الحملات ديت بيبقى فيها فرق علميه، الفرق العلميه ديت في كل محافظه بيبقى فريق علمي، الفريق العلمي ده مكون من الباحثين ومن الارشاد. بيعمل مرور اسبوعي بيمر على الزراعات المختلفه للمحصول، سواء كانت حقول ارشاديه او الزراعات العاديه، يعني في سواء في الرز في حقول ارشاديه بيمر عليها وبيشوفها وبيمر على زراعات الرز الاخرى. طيب الهدف من كده ايه؟ الهدف من كده طبعا لو في مشاكل زي من المشكله اللي موجوده دهيت هيقولوا له الحل بتاعها ايه. طبعا ممكن الفريق ما يمرش على كل الاراضي، لو في مشكله عندك انت بالتحديد في مكان ما بتبلغ الاداره الزراعيه تقول لهم انا عايز اللجنه العلميه او الفريق العلمي للحمله القوميه يوصل على المشكله. هم بيبلغوا المسؤول الفريق العلمي بيبقى الباحث الاساسي بتاع المحافظه بيبلغوه، فهو بيطلع بعربيه الحمله يروح ويشوف المشكله ويحل. اتعرضنا للعمليه دي كتير جدا وبنتغلب على مشاكل كتيره منها جدا، فده محور اساسي من اللي انا كنت بقول لسعادتك عليه اللي هو الحقول الارشاديه. الحقول الارشاديه ديت احنا بنهدف منها ان احنا ننشر الاصناف الجديده، بننشر الممارسات المختلفه الجديده اللي سواء كانت الهوجن او الممارسات اللي تديني اعلى انتاجيه عندها. بنعمل عليها الايام الحقليه، وبنعمل الايام الحقليه دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنجيب الباحثين، الارشاد بيجيب الباحثين ونقف على راس الارض على راس الحقل الارشاد ونقول للمزارع ونجيب المزارعين ونقول لهم هذا الصنف الجديد او الاصناف المنزرعه دي ايه، الممارسات المناسبه لها ايه في جميع التوقيتات طوال مراحل نمو النبات بدايه من الزراعه حتى الحصاد.
بنشرح للمزارعين في الاماكن المختلفه الممارسات المثاليه للمكافحه ايه، يكافح ازاي، نقول له برضو سواء كانت حشائش امراض حشرات نقول له. فالحقول الارشاديه يعتبر زي مناره بننشر منها العلم اللي احنا عايزين نوصله للمزارع. طبعا ديت بنحل بها مشاكل كتيره جدا، وبنعمل في الاخر خالص بنعمل حاجه عليها اسمها ايام حصاد. الفكره في الايام الحصاد ايه؟ المزارع المصري ما بيتبناش الا اذا شب عينه، فاحنا شرحنا له طوال الموسم طالما ما شافش المحصول في النهايه برضه مش هيقتنع. فاحنا بنعمل ايام حصاد مكبره، بنجيب المزارعين دومت وبنحصد قدامهم على الطبيعه وبنقول له ادى المحصوله، لما بيشب عينه وبيقتنع وبيتبنى بعد كده الفكر، هو ده قمة العمل أو النجاح العمل الإرشادي، إن المزارع يتبنى. فده طبعا المحور ده مهم جدا طبعًا. اللي هو الحقول الإرشادية طبعًا. عندنا محور ثالث برضو اللي احنا كنا برضو اتكلمنا أشرنا عليه اللي هو المطبوعات والنشرات الإرشادية. هرجع عليها تاني هرجع عليها تاني، ده محور مهم جدا ومكلف للدولة، ولكن الفلاح لا يتحمل فيه أي تكلفة. أستاذ حسام بن سويف اتفضل. أستاذ حسام معايا؟ أستاذ حسان اخر مره. طيب استاذ حزين من سوهاج اتفضل. نايم مش حزين. نعم حفني اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه يا غالي؟ الحمد لله ربنا يكرمك. يا باش مهندس عايزين مبيدات للدوله الشرميه كلات هدوده. بس هو بقى انت جيت في الملعب بتاع الدكتور اللي هو ايه الدوله الشرميه كلاتها الدوده والناس ما معهاش فلوس تجيب. بص في ضوابط لمكافحه الدوده، وبعدين احنا شخصناها دوده حشد خريفيه ولا ثاقبات ولا هي ايه. اسمع الكلام ده كله. اسمع دوده خضراء ده في قلب النبات، دوده خضراء في قلب. اسال على حاجه قبل ما اقفل معايا دكتور. لا خلاص. طب اسمعني بقى من التلفزيون وكل المشاهدين يتابعوني. دقيقه معاكم. ايوه. واحنا متابعين مركز خميم سوهاج الطابع عشر كيماو، ما لقينش كيماو للزرع. ليه ما كيماو موجود؟ مش ما فيش. لا ما فيش. انت راح الجمعيه يقول لك ما فيش. لا جمعيه اسمها ايه؟ قول لي كده ثاني. جمعيه الطابع عشر. حاضر، ما تقفلش لما تدي رقمك للاعداد. بشكرك. طب ناخد جمال الاول. اتفضل يا استاذ جمال. استاذ جمال. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا عندنا هنزرع رز، نديله كيماوي على الشرائي ولا نديله كيماوي بعد الشتله؟ طيب دي بقى محتاجه متخصص في الارز هو اللي يجاوب عليك. بشكرك. ايوه تابعوني بقى واسمعونا كويس جدا عشان ده سؤال يعني او ملف بيهم القطاع الزراعي كله النهارده. الذره بعد ما الحمد لله الدوله اهتمت بيها وبقى فيها لها سعر ضمان وليها تقاوي معتمده، في جت مشكله طبيعيه بتهاجم المحاصيل على مستوى العالم وصلت مصر من كام سنه. ليها حلول؟ ايوه علماءنا قالوا ليها حلول. النهارده معايا عالم في هذا المجال ومتخصص في هذا المجال، والان هو رئيس الاداره المركزيه للارشاد الزراعي. النهارده الذره ومشكله زي مشكله الدوده الحشد الخريفيه، وبدايه من توصيف الدوده نهايه بالاجراءات اللي اتبعها كمزارع علشان اقضي عليها. هو ده المحور الرابع والأخير اللي احنا استعدينا بيه استعداد قوي جدا للموسم الصيفي، ألا هو مكافحة دودة الحشد. دودة الحشد دي دودة خطيرة جدا. هي طبعا دخلت إفريقيا 1916، دخلت مصر وثبتت فيها 1919. خطورة الحشرة دي ايه؟ خطورة الحشرة دي بتيجي من ان هي يعني حشرة سريعة التكاثر، لها عوائل كثيرة جدا، بتختفي في النبات، في بلعوم النبات، بتبقى صعب المكافحه بتاعتها، يعني شرسه جدا في العمليه، في شراهتها في التغذيه عاليه جدا. فديت كلها مسببه مشاكل كتيره للزراع. طبعا فتره عمرها برضو قصيره، لها قدره على انتاج سلالات جديده من بتتغلب بها على المبيدات. العوامل دي كلها خلتها دوده شرسه، حشره شرسه. فاحنا مستعدين لها استعدادات برضو قويه. الاول احنا نتعرف عليها ازاي؟ احنا نتعرف عليها اليرقه دي، الحشره دي لها ست اعمار يرقيه. الاطوار الطور العمر الاول والثاني هي بتبقى الحشره صغيره لونها فاتح شويه وعلى راسها لون غامق او زي طاقيه كده كاب، تبقى تعرفها كده، تختلف عن دوده القط ان لو لقيت الكاب الاسمر ده عليها تعرف ان دي دوده حشد.
تمام. الاعمار الثانيه اللي هي من الثالث الى السادس بتبقى طبعا على الراس بتاعتها حرف واي مقلوب كده، وعلى الحلقه القبل الاخيره الحلقه الظهريه القبل الاخيره عليها اربع نقط مربع كده، رسمه مربع ده يعني عشان نعرفها ديدو حشد او دودة قط او تختلف. دودة الخضراء هو قال الدودة الخضراء هي بتبقى لونها اخضر، ودي بتصيب الدره ومبقاش فيها عليها خطوره شديده جدا، وسهل المكافحه بتاعتها مع مبيد متخصص نقضي على دودة الدودة الخضراء. طيب مزارعين كتيرة جدا بيشتكوا ان احنا بنرش مبيدات على وما بتجيبش نتيجة، يبقى من المؤكد او الغالب ان دي تبقى دودة حشد، لان دودة الحشد اذا ما رشناهاش بالمبيد المتخصص اللي لجنة المبيدات منزلاها، وبالمناسبة هي منزلة 8 مبيدات موجودين بالاسم، الثمان مبيدات دومات هم اللي بيجيبوا نتيجة مع دودة الحشد فقط، غير كده مش هيجيب نتيجة. فاحنا طبعا بنسمع الشكوى دي كتيرة جدا السنة اللي فاتت في وجه بحري، ليه؟ لان كانت لسه بداية ظهورها في وجه بحري كان الموسم الماضي، فبدأ المزارع بيرش برضه بمبيدات غير متخصصة، فكان يشتكي ويقول احنا انا برش والحشرة ما بتموتش. لا، وهي مش هتموت لو طالما انت بترشها بمبيد مش متخصص، مش هتموت. المبيد المتخصص عليها اللي بيقضى عليها ديت، لو راح اي اداره زراعيه وسال على المبيدات هيلاقيها المبيدات متوفره واللجان متوفره، واي اصابه موجوده يبلغ عنها، هتيجي لجنه وترشها له بالمبيد المتخصص. هو ده الفرق بين دوده الحاج وبين الحشرات الاخرى اللي بتصيب الدره. 8 مبيدات ثمان مبيدات. طبعا الدره بيصاب باصابات حشريه اخرى زي ما قال المزارع الوقت الدوده الخضراء، ودي ما فيهاش اي مشكله، مبيد متخصص بيقضي عليها، وهي صعب ان هي تقضي على الـ يعني تسبب مشاكل كبيره لنبات الدره، لكن دوده الحاج ممكن تسبب يعني اصابه او ضرر كبير للنبات. لكن هل احنا يعني بننصح بايه بقى؟ دورنا كارشاد، احنا دورنا بنشاد بنقول احنا عايزين الاول المكافحه الميكانيكيه او المكافحه اللي هي ما فيهاش استخدام مواد كيماويه او مبيدات. ايه المكافحه الكيميائيه؟ حاجه في ايدك تعملها وتتغلب بها على دوده الحشد او تقلل الاصابه بيها. اول حاجه فيها ازرع في الميعاد المثالي، الميعاد المناسب للزراعه دهوت بيتغلب بصوره كبيره جدا على الاصابه بدوده الحشد. الميعاد المثالي طبعا معروف، احنا بنقول في وجه بحري الزراعه خلال شهر 5 ده الميعاد المثالي للزراعه. في وجه ابلي بيتاخر شويه، بنقول من نص 6 لنص 7. بنقول في العوينات وتوشكا من نص 7 ل 20/8، ده زراعه الذره العروات المختلفه اللي بنقول عليه، ده عامل كبير جدا بنتغلب بيه على دوت الحشد اللي هو الزراعه في الميعاد المناسب. بنقول ازرع الاصناف القويه اللي لها قدره على النمو اللي تتغلب على الاصابات اذا حصل عليها اصابه. بنقول الممارسات، تطبق الممارسات المظبوطه في بالكميات والتوقيتات المظبوطه، اما تدي للنبات الجرعه المثاليه من التسميد مثلا النمو بتاعه هيبقى قوي ويتغلب علينا. على فكره هي الحشره دي لها عوائل كثيره جدا، لها يجي 353 تقريبا عائل، هي بتفضل الذره، بتعشق نبات الذره. فطبعا ونبات الذره نبات مش سهل، نبات قوي، لو انت زرعت الصنف المناسب واديت له المعاملات الزراعيه المناسبه وقوه وبيندفع في قوه النمو بتاعه يقدر يتغلب على، حتى لو جات له اصابه بيقدر يتغلب عليها ويعدي من الاصابه دي. فطبعا احنا بنقول له الحاجات الطبيعيه، بنزرع بمسافات، بنوسع المسافه شويه عشان نسهل عمليه المكافحه لو احنا هنعمل مكافحه، يعني المفروض تبقى 70 سم بين الخطين، بنقول له وسع شويه عشان لو في اصابه ولا حاجه نقدر نكافح فيه. نقول له نظف ارضك من الحشائش عشان ما يحصلش فيه اصابات. بنقول له وحاجه طبيعيه في ايدك، لو انت احنا بنخف الذره، لو احنا بنخف ولقينا نبات مصاب باصابه حشريه نشيل النبات المصاب، لقينا لطعه موجوده للحشره نشيلها. هي دايما بتفضل ان هي تحط البيض بتاعها، وهي على فكره بتحط كميه بيض كبيره جدا، بتحط من 1500 ل 2000 بيضه، بتحطها في على اسفل الورقه بالقرب من منطقه اتصال الورقه بالساق، فديت بنقول شيلها او يعني شيل الاصابه ديت لو موجوده. العوامل دي كلها عوامل طبيعيه مش مكلفانا حاجه. والاهم من كده حضرتك قلت نقطه خطيره بالنسبه لدوده الحشد الخريفيه، هم 8 مركبات اللي لجنه مبيدات الافات الزراعيه اوصت بيهم. احنا بقى عندنا كام مبيد في السوق؟ رقم كبير جدا،
فمش معنى ان انا هلاقي الثمان مبيدات دول عند كل التجار. فانا لما اروح للتاجر من غير ما اكون معايا اسم مبيد من الثمانيه دول واقول له انا عندي الاصابه هيبيع لي. هيبيع لي، هو عايز يبيع لك. فانت لما تكون مشخص صح وعارف اسماء المركبات دي، الثمان مركبات موجودين في الجمعيه الزراعيه في نشره، في الاداره الزراعيه، في اداره الارشاد الزراعي، في مديريه الزراعي، في الحقول الارشاديه، هتروح تسال اي متخصص هيجاوب حضرتك، مش هيبقى ما بيتاخروش عن حد. فانت النهارده قبل ما تروح تشتري المبيد ابقى عارف ان المبيد اللي تشتريه ده هو ده المركب. عشان ناس تقول لك الدكتور حاتم قال لي ايه، هي ليها مبيدات مخصصه، هم 8 بس، في ميعاد معين للرش، في الصبح بدري او ساعه الغروب، في طريقه معينه للرش، في طريقه معينه للرش، في طريقه معينه للزراعه، الدكتور حاتم شرحها. نقدر نواجه دوده الحشد الخرفيه؟ نقدر نواجهها ونتغلب عليها. معايا استاذ احمد، استاذ احمد من الفيوم. استاذ احمد معانا؟ احمد تاخرنا عليه بس ما كانش ينفع اقطع الدكتور حاتم بصراحه. مع حضرتك يا باشمهندس. طب اهلا وسهلا، اسف ان انا اتاخرت بس احنا كنا عايزين نوصل المعلومه كامله. براحتك يا باشمهندس، معانا نستفيد برضه. اتفضل. انا من اقصى قريه الحجر. اهلا وسهلا بيك حضرتك. احنا عندنا حوالي 60 قريه، ما فيش حاجه اسمها ارشاد زراعي اللي حضرتك الباشمهندس بيتكلم عنه. الدكتور حاتم اتكلم عن الارشاد، يعني ايه؟ احنا ما عندناش ارشاد زراعي. فين هو؟ طب يعني ايه ما عندناش ارشاد زراعي؟ ما عندناش ولا حد ارشاد زراعي، ولا حد بينزل لنا. ما لا، الارشاد الزراعي دلوقتي ما فيش حد بينزل، الارشاد الزراعي حقل ارشادي انت بتروح تزوره. فين يا فندم؟ فين؟ يقول لي فين في مركز اقصى؟ ولا حقل انت ارشادي في المكان. لا ثواني بس، ده بالدليل، ولازم اجيب لك اماكنهم، وبكره على الهوا هقول اسماء اصحاب هذه الاراضي، هقول لك عندنا كام حقل ارشادي موجودين عند الحاج فلان وفلان وفلان ومزروعين ايه. في ابو جندير؟ لا لا، انا بتكلم في ابو جندير وفي سنورس. انا النهارده بكلمك على الهوا والناس كلها سمعانا، بكره ان شاء الله هكون خدت من الدكتور حاتم ارقام واسماء اصحاب الحقول الارشاديه اللي هم الفلاحين جيرانك، واكلمهم واقول لهم عشان انت تروح تشوفهم. اولا انت زارع ايه السنه دي؟ انا زارع ذره، لان احنا عندنا بنسقي ميه صرف. الذره عامل ايه معاك؟ لسه ذره صغيره، ذره بلدي اللي هي العويجه. الذره عويجه؟ مش ذره. لان احنا ما عندناش، احنا نسقي ميه صرف. طيب ميه صرف زراعي اسمها؟ لا، صرف صحي. وده صح؟ لا. طب ما هو اسمه سرطان، احنا بنزرع قمح مسرطنه وانا عامل 50 وده ده صح الزراعة. ده صح اللي انت بتقوله، ده صح، كل الكلام اللي انت بتقوله غلط وتتحاسب عليه. انت لازم نعرف، اسمعني بس. عامل لا 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 لا، عامل شكوى في وزاره. لا لا لا، استنى بس، سيبك انت تعمل 100 شكوى، انا بكلمك دلوقتي. انت ارضك فين؟ انا ارضي في الحجر، قريه الحجر. فين بالظبط؟ قريه الحجر نفسها بيرفع من محطه، بترفع ميه من محطه عاملاها وزاره. حلو قوي قوي، كل اللي انت عامل المصرف الرئيسي اللي بيفضي فيه. يبقى احنا بكره ان شاء الله هتكون في لجنه بتعين عندك الارض دي زي الفل. اوريك الجرارات، اوريك جرارات الصرف والمحطه. تمام، انا 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 موافقك على كل الكلام اللي بتقوله. لو انت دخلت على وزاره الزراعه. لا استنى بس، لما عامل شكوى بالكلام ده من سنتين. تمام، ده لازم احنا بقى نشوفه. والارض دي ليها مصدر ري تاني ولا ملهاش؟ لا، مصدر ري ما بيوصلناش. تمام، يبقى مصدر ري ما بيوصلنيش، انا ما اخدش البديل. استنى بس يا حاج، لا بص، انا عشان بحب الحوار يبقى مثمر، هنرص الاتهامات من غير ما نحل مشكله لحضرتك. انا عايز، انا ما بتهمش حد يا فندم. انا عندك، لا انا بتهم نفسي، انت عندك مشكله انا عايز احلها لك. صح، انا اصور لك جرارات وبتصور براحتك. انا بشكرك. لا لا بشكرك، وهنتواصل مع رئيس المدينه ونشوف. يعني النهارده لما يكون عندي مكان ليه مصدر ري، الري بتاعه مقفول، هل وانا صح ان انا اشوف البديل اللي هو غير صحي؟ ولو الارض دي مزروعه لازم الزرع ده يتم التعامل معاه وازالته، وده اللي هتابعه معاك بكره. دكتور حاتم برضو، واحنا بنتكلم في اثناء حديثنا كده، حضرتك اتكلمت عن جزئيه مهمه جدا، ان انا اكون مستعد للاصابه قبل الزراعه. تمام، يعني النهارده انا عليا دور كبير جدا في اعداد التربه قبل الموسم علشان ما تحصلش عندي المشكله. تمام، كيف يكون اعداد التربه؟ طبعا الاعداد الجيد للتربه بيختلف من اختلاف المحصول اللي هي اللي احنا اللي هزرعه. فطبعا ليه؟ لان طبعا ده عمليه اعداد التربه دي بنتغلب بيها على لو في ورقات ولا حاجه في التربه بتاع الحشره، يعني بنقضي عليها وبس. يعني وكمان الحشره ديت حشره يعني ليليه، بتاكل شرهه جدا في الاكل، ولها 100 كيلو في الليل، ولها قدره عاليه جدا على الطيران، فبتنتقل بسرعات كبيره. والعذرات، العذره بتاعتها بتبقى على مسافه من 2 ل 8 سم في التربه،
فعمليه الخدمه الجيده او الري بالسولار بنستطيع فيها ان احنا نتغلب على العذاره اللي موجوده دي في التربه. وطبعا الحاجات دي كلها اللي احنا بنقول عليها الوقت كده سواء كانت مكافحه ميكانيكيه او مكافحه كيماويه بالمبيدات المختلفه احنا بنحاول نوصلها من خلال ارشاد بعده طرق. طب قبل ما نحاول نوصلها يعني احمد اللي كان بيكلمني من الاستاذ احمد او الحاج احمد من الفيوم دلوقتي هو قال لي انا ما عنديش ارشاد خالص وانا قلت له هجاوبك بكره باسماء المزارعين اصحاب الحقول الارشاديه. فانا النهارده حضرتك طبعا المعلومات مش هتبقى معاك مش هتطلع هو وبعدين هو مش زارع محصول الذره اصلا هو انا مش بتكلم عن الذره لا عميل. هو قال لا في حاجه اتقالت وانا بحب اجاوب على كل جزئيه اتقالت ما فيش ارشاد خالص. فانا بكره ان شاء الله هقول لك على الهواء انا عندي كام حقل ارشاد للذره عندي كام حقل ارشاد للقطن ومش هعمل كده وبس ارقام اصحاب الحقول الارشاديه هكلمهم على الهواء ازيك يا حاج الحقل الارشادي بتاعك فين بالظبط ومساحته قد ايه والارشاد الزراعي عمل ايه معاك عايزين من حضرتك انا عارف ان انت تقدر تديني ده عشان هقوله بكره على الهواء. وبعدين ما هو ارشاد ما احنا ايه دلوقتي القناه الزراعيه دي ايه موجود ما فيش ارشاد ما هو الارشاد عندك في بعيد عن قناه مصر الزراعيه لان احنا بننزل نصور الحقول الارشاديه وعارفين ان عددها بيبقى معروف لكل محصول وعارفين ان مثلا الحقل الارشادي اللي هو الفدان ده بياخد تقاوي مجانا بيبقى نموذج لصنف مزروع فيه ومعاملات زراعيه بيجي يتابعها المزارع. فانا النهارده الراجل ده للاسف ما وصلهاش ما عرفهاش فبدل ما انت اتصلت بينا وقلت انا ما بشوفش الحقول الارشاديه دي عندنا خالص هقول لك عناوينها بكره واتصل ببعض من المزارعين اصحاب الاراضي يجاوبوا علينا. وعنده اداره زراعيه بيبقى فيها الاسمده وفيها المبيدات وفيها المرشدين الزراعيين مؤكد انه عنده منطقه المنطقه بتاعته فيها اداره زراعيه يعني مش ما فيهاش خالص. هو سال على حته وانا عايز جزئيه عايز ابينها. استاذ عبد النبي من البحيره اتفضل. استاذ عبد النبي استاذ عبد النبي اخر مره اخر نداء. طيب احمد من الشرقيه استاذ احمد. احمد الشبراوي من الشرقيه من فجوس يا فندم. ده احسن ناس الله يخليك كل سنه طيب انت والعاملين معاك على القناه يا فندم. اخبارك ايه الاول؟ سعيدين والله ان احنا نسمع صوتك ونكلمك ونشوفك. ده شرف ليا والله. انت والله العظيم انت من الناس المحترمه انت الحلوه انت احنا بنحب نسمع صوتك يا صاحبي. احنا زارعين قطن ايوه وبنحب ان احنا الجمعيه بتصرف لنا 3 دفع من الادويه. ايوه فيعني احنا عشمانين ان هم مش ياخروا الادويه دي علشان الادويه دي مهمه للقطن لان احنا بنجيبه من بره وبيجي يعني مش عاوزين نتكلم نقول الادويه من بره دي ظروفها ايه. لا هو مش عايز ظروفها انتوا بتحبوا حاجه الزراعه بتثقوا فيها وده شيء جميل. ايوه يا فندي. ف الدواء بتاع الزراعه ده مفروض يعني يبقى زي الدواء البشري. طب انا هقول لك على حاجه توقع الخير وان شاء الله هتجده. مفيش يعني حاجه انت بتقول احنا شويه بالادويه بتاعت القطن دي علشان بنروح نجيب دواء مختلف نرشه نصبح الصبح نلقى النوار واقع الوسواس واقع يعني بيبقى دواء مختلف فبدورنا يا فندي. ايوه انت عندك حق بس انا بطمنك والله بدورنا يا فندي والله. لا ان شاء الله مش هتتضر. انا عايز بس يعني هقول لك على حاجه احنا بندفع حق الادويه دي. ايوه حصل لا بتدفع حقها بندفع حاجه مؤجلا عاجلا ام اجلا. والله انت راجل محترم يعني انا عايز اقول لك على حاجه ما حدش يقفل يا جماعه خلوه معايا عشان يعني نتكلم. اولا الادويه ما تقلقش مش هتبقى متاخره. اللي انا عرفته ان بيبقى عندنا اكتر. انا مش زراعي بس بسرق المعلومات من ضيوفي. انت بركه انت نورت القناه وانت نورت الفلاحين وانت طب طب الوقت بيجري اسمعني بقى. الدواء مش هيتاخر عن ميعاده بيبقى فيه اكتر من نوع علشان تغير في الادويه الموصى بها. في سعر ضمان السنة دي تم إعلانه قبل الزراعة. أنت عرفت السعر ولا لأ؟ يا فندي ماشي عرفته 5,500 مش عارف كم بس هيزيد. أنا إن شاء الله بقول لك هيزيد ما تقلقش. دي ضامن يعني دي معالي وزير الزراعة مأكد ومتابع ملف المبيدات وفي تعليمات. يا ريت والله المبيدات دي يا ريت تتابعونا فيها بس الفلاح ناصح وشاطر وكل حاجة. طب ادعي لنا بشكرك. بس بشكر حضرتك وللاسف وقت جري كان نفسي اكمل كلامي معاكم مع حضراتكم
ببقى سعيد جدا واحنا موجودين على الهواء. معايا ضيوفي من العلماء اللي انا بفتخر بوجودي معاهم، بيردوا على حضراتكم، بيشرحوا لكم المعلومه الدقيقه. بشكرك، نورتني الدكتور حاتم الحماد رئيس الاداره المركزيه للارشاد الزراعي. شكرا جزيلا على وجودك معايا. شكرا فندم. شكرا فندم، شكرا لك. شكرا. مشاهدي برنامج مصر كل يوم، بكره ان شاء الله هرد على شكوه الاستاذ احمد من الفيوم، وقال لي انا ما عنديش حقول ارشاديه، هجيب نماذج من الحقول الارشاديه واتصل باصحابها واشوف مزارعين ايه ومساحه الحقل علشان يبقى فيه مصداقيه الكلام ده. وبس وقتنا خلص للاسف. بشكرك، بشكر حضرتك.